أهلا ببرنامج دنيا السياحة في الإسماعيلية. ومصر مشهورة بتنوعها الثقافي في محافظاتها بشكل كبير، يشهد أهالي الإسماعيلية جذب كبير جدا، كما يعني من ضمن أنشطة أو الأهداف المرجوة منها مثل هذه المهرجانات الدولية وتنشيط السياحة. المهرجان يحمل رسائل عدة، الرسالة هو أن مصر دولة الأمان والسلام، أن مصر دولة مؤمنة بالإبداع والطاقات الفنية والأدبية والثقافية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، التي ترعى مثل هذه المهرجانات التي تشي بحجم الثقافي، بالحجم الثقافي الكبير والرصين لجمهورية مصر العربية. هذا أولا، وتحت رعاية كريمة من معالي الوزير المحافظ اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية. نشكر في هذا المنحة جميع القيادات الأمنية في محافظة الإسماعيلية لما شعر به جميع أفراد يعني الفرق، سواء كانت الدولية أو الفرق المحلية، بالأمان التام والطمأنينة والسلام في الانتقال بين جنبات وشوارع الإسماعيلية. الأجمل هو استقبال أهالي الإسماعيلية لمثل هذا المهرجان، ووفود المهرجان من محافظات داخل مصر ومن الدول خارج جمهورية مصر العربية. كل الدعم تم تقديمه من الهيئة العامة للقصور برئاسة الفنان الكبير الأستاذ هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة للقصور والثقافة. كثير من الزملاء من الإقليم القناة وسيناء وفرع الإسماعيلية الثقافي قاموا بجهد جهيد لإنجاح مثل هذه الفعاليات للمهرجان، زي ما قلنا في مدن عدة في من محافظة الإسماعيلية، هنا في مدينة الإسماعيلية أولا، والشيخ زايد والتل الكبير والأنطرة شرق، يعني كثير من الفعاليات، ومدينة فايد الساحلية أيضا، في نوع من الترويج السياحي الشامل عن مصر عندما تغطي الفضائيات المصرية كما المنصة الوطنية التي نحن فيها الآن، وكثيرا من الفضائيات الأخرى، وتتداول الصحف والمواقع الإلكترونية أخبار تنظيم مصر لمهرجان دولي للفنون الشعبية، إن ده طبعا له رسالة لخارج القطر المصري وخارج الحد السياسي المصري بأن هذه الدولة آمنة، هذه الدولة مستقرة، هذه الدولة يعني تهتم بالإبداع وتهتم بالفن وتهتم بالثقافة وفنونها إلى أقصى مدى ممكن. إن في رسائل يعني بينية جت لنا كقائمين على تنظيم هذا المهرجان، زي أهلنا اللي جم من فرقة السودان، قالوا على الرغم من المسافة البعيدة أو الطويلة من والجهد الجهيد المبذول من في الانتقال من السودان حتى القاهرة ثم الإسماعيلية، إلا أن ضاع عناء السفر ومشقة الانتقال والترحال عندما وجدنا يعني التهليل والمباركات والسلامات الودودة من شعب الإسماعيلية، هذا الشعب الفنان المضياف. كما قال أيضا يعني أعضاء فرقة فلسطين الذين قالوا فلسطين الحرة، الذين قالوا انتقلنا من فلسطين إلى مصر، كنا نظن أننا نسافر إلى دولة أخرى، ولكن عندما استقبلنا المصريون في الإسماعيلية شعرنا أننا لم نغادر أراضينا ولم نغادر بلدنا على الإطلاق. هذه الرسائل هي ما يحملها المهرجان، بداية أن الفن هو جسور ثقافة، وصل ووصال بين الشعوب، لم يكن أبدا تنافس من أجل البعاد أو الاختلاف، ولكن من أجل التقارب والتمازج والتماهي بين ثقافات الشعوب سواء خارج الحد المصري أو الثقافات المحلية داخل القطر المصري. من رسائل المهرجان أيضا أنها رسائل سلام ومحبة إلى شعوب العالم، أنها رسائل استقرار وأمان إلى شعوب العالم، أنها رسائل طمأنينة بالوضع الآمن في جمهورية مصر العربية، بقدرة مصر على تنظيم مهرجانات دولية، يعني الإرث الثقافي الذي وصلنا إليه نحن الآن ورثناه من الأساتذة السابقين عندما نظموا المهرجان في دوراته الأولى ثم الثانية وهكذا حتى وصلنا اليوم إلى الدورة 22. بالمناسبة كان الشهر الفائت في مهرجان المانجا في الإسماعيلية، والشهر القادم إن شاء الله أو قريبا منه بعد شهر أكتوبر ممكن شهر نوفمبر يكون عندنا مهرجان الإسماعيلية أيضا الدولي للسينما التسجيلية. الإسماعيلية مدينة يعني ساحلية ومدينة مصايف ومدينة يعني جذب للسياحة الداخلية بشكل كبير جدا جدا. الإسماعيلية تتمتع بجمهور زواق محب للفنون، أكبر من المدن اللي تعتبر الأساس فيها أنها مدينة سياحية. احنا عندنا في محافظات مصر طبعا عندنا مدن كتيرة، كل طابع مدينة مختلف عن التاني،
إسماعيلية هنا طبعاً أساسها اللي بنعتمد عليه هو إنها مدينة سياحية. تتميز الإسماعيلية إنها مدينة سياحية فيها العوامل المختلفة تخليها تظهر بالشكل اللائق. زي ما أنتم شايفين على شمالي هنا، ده من أهم الحاجات. إحنا عندنا قناة السويس وبحيرة التمساح على شمالي هنا، دي اللي بتقام عليها جميع شواطئ إسماعيلية. إسماعيلية مش مقدرش بس أحصر اللي فيها على أنها مدينة مجرد مدينة ترفيهية أو مدينة سياحية جزء خاص، لا، إحنا عندنا هنا قطاع السياحة بيتمثل عندنا في قطاعات مختلفة. عندنا مزارات هنا أثرية، عندنا مثلا متحف آثار الإسماعيلية، وده من الآثار أو المزارات اللي عندنا الأساسية في جميع البرامج السياحية، في أكتر من 5000 قطعة أثرية ويعتبر عنصر أساسي من عناصر الجذب السياحي الموجود عندنا. عندنا طبعا اللي كله مستنظره هنا اهل اسماعيليه وحتى الزائرين في المحافظات المختلفه. عندنا هنا المتحف العالمي لقناه السويس المزمع ان شاء الله افتتاحه خلال الشهور القادمه، ده متحف هيبقى عالمي ومتوقعين انه هيزيد نسبه الحضور والحركه السياحيه في اسماعيليه بنسبه كبيره جدا. بجانب هنا الكاميرا ممكن هتعرض لحضراتكم كده في الجانب الشرقي، باين من هنا النصب التذكاري في الضفه الشرقيه للقناه، تمام. وعندنا المواقع العسكريه تبت الشجره، وبيبقى عندنا اقبال شديد دايما بالذات سواء رحلات مدرسيه او رحلات جامعات بيحبوا دايما يزوروا المزارات العسكريه اللي بتفكرهم طبعا بالتاريخ والتراث العسكري الموجود عندنا في مدينه الاسماعيليه. بس طبعا الاساس اللي هرجع له فيه في اسماعيليه ان احنا عندنا 80% من السياحه في اسماعيليه بتعتمد على السياحه الترفيهيه اللي هي سياحه الشواطئ. عندنا امتداد الشواطئ عندنا هنا في مدينه اسماعيليه بحيره التمساح مساحتها اكثر من 14 كيلو متر مربع، تمتد علينا هنا شواطئ مختلفة جدا، سواء شواطئ تتبع هيئة قناة السويس أو محافظات تتبع الهيئة أو تتبع المحافظة. عندنا في مدينة فايد عندنا البحيرات المرة، عندنا شواطئ كتيرة فيها. فعندنا فصل الصيف بصراحة بيجي لنا المصطفين، خلال فصل الصيف عندنا الشاليهات والأماكن السياحية تبقى تقريبا الإشغال والأوكيبانسي فيها بتتعدى فعلا من 80-90% خلال شهور الصيف، وبتوصل في أوقات كتيرة خلال المناسبات خلال إنها 100%. فجزء عندنا الشواطئ عندنا بصراحة الفترة الأخيرة بتوجيهات السيد الوزير المحافظ والقيادات التنفيذية كان فيه اهتمام بالغ بالأماكن والأماكن السياحية سواء شواطئ أو أندية، وتم رفع كفائتها في الفترة الأخيرة، وتم حتى ضخ فيها سواء استثمارات أو تجهيزات. الهدف منها الأساسي الاهتمام بالمصطفين، يعني احنا عندنا مثلا في شواطئ تتبع المحافظة زي شاطئ الفيروز والملاحة والتعاون، تم هناك عملية رفع كفاءة للخدمات المقدمة سواء الشاليهات أو الخدمات المقدمة للمصطفين، وبتتعمل حتى دورات تدريبية للعاملين في الشواطئ على أساس الاهتمام بأهالي إسماعيلية، تبقى دورات كيفية التعامل مع السائح، دورات الإسعاف، دورات للغطاسين، دي كلها حاجات خاصة إن احنا نحاول نطمن جميع الزائرين اللي بيجوا لنا المحافظات المختلفة إنه يبقى عايشين في مكان في راحة وخدمات مقدمة ويبقى مطمنين سواء على نفسهم أو على أولادهم. فده جزء اهتمام كان أساسي بالنسبة لسياحة الشواطئ، إنها جزء أساسي بالنسبة لنا في إسماعيلية. في الفترة الأخيرة يمكن إسماعيلية ظهر قوي الاهتمام يمكن في الأجندة السياحية عندنا في سياحة المهرجانات، ودي بصراحة كانت توجيهات مباشرة من سيادة الوزير المحافظ إن احنا خلال طبعا السنتين اللي فاتوا كان طبعا نتيجة تأثر البلد كلها والعالم نتيجة جائحة كورونا، فكانت المهرجانات اتوقفت لفترة معينة. مجرد السنة دي مع استقرار الوضع السياحي والناحية الصحية بدأت الأجندة السياحية نطبقها، فيمكن أهل إسماعيلية بالذات حسوا بالمهرجانات اللي تمت، بدأت بمهرجان الربيع، وده بصراحة أهل إسماعيلية وسيادة المحافظ والمهرجان أدفى بهجة كبيرة، ده كان بداية المهرجانات عندنا في إسماعيلية. وفي بقى الفكرة الجديدة اللي دفع سيادة المحافظ للأجندة السياحية اللي هو مهرجان المانجو، ويمكن دوت لقى صدى واسع جدا سواء في وكالات الأنباء، تأثيره في أهل إسماعيلية، اللي تسليط الضوء على منتج المانجو سواء كتسويقها عالميا، وطبعا الشيء الأساسي إن هو عمل تنشيط للحركة السياحية في محافظة إسماعيلية. وطبعا في الفترة الحالية بنجهز لمهرجان الفنون الشعبية، وطبعا ده مهرجان دولي موجود عندنا في الأجندة الرسمية لقطاع السياحة. فبالتالي بدأت كمان حتى سياحة المهرجانات عندنا في إسماعيلية بدأ ده يبقى فيه اهتمام جذري وأساسي في السياحة، اللي مش عايزين إسماعيلية تبقى نعتمد فيها اللي هي سياحة اليوم الواحد. في حتى بدأت تنتشر عندنا السياحة الريفية، بدأت برضو في جيلنا رحلات، وفي هنا مستثمرين بيعملوا مناطق ازاي تقضي يوم كامل في القطاع الريفي، تشوف مثلا لو نتكلم احنا بنتكلم على ثمره المانجو ازاي تقضي يوم كامل من اوله تشوف زراعه المانجو وتعيش الجو الريفي والحفلات البدويه. فبالتالي بقينا نحاول نعتمد هنا في اسماعيليه التنويع في النشاط السياحي.
فقلنا عندنا النشاط الأثري اللي هو المتاحف والمواقع العسكرية، اتكلمنا على النشاط عندنا الشواطئ والأندية، وطبعا ده السياحة الترفيهية الأساسية عندنا في إسماعيلية، وبدأ الاهتمام من سيادة المحافظ بسياحة المهرجانات. عندنا مهرجانات بصراحة كتيرة، وعملنا برضو مهرجان الأفلام التسجيلية، وبنضيف دايما من الوقت للتاني على الأجندة السياحية مهرجانات مختلفة. فإسماعيلية بصراحة أنا بوجه دعوة هنا لكل أهلنا في المحافظات المختلفة لزيارة مدينة إسماعيلية، لأن فعلا هي ما تقلش عن أي محافظة من المحافظات اللي هي السياحية الكبيرة، بنطور فيها شواطئ أندية تقدر تخلي الزائر يقدر يقضي مش سياحة اليوم الواحد، يقدر أسبوع كامل ويبقى ليه برنامج يقدر يقضيه بصفة متميزة. فبنرحب بالجميع إن شاء الله هنا في مدينة الإسماعيلية. إن أنا في الإسماعيلية لأني أنا من عشاق الإسماعيلية، مش أنا لوحدي طبعاً، ناس كتير بيحبوا الإسماعيلية لأسباب كتير جداً، أهمها مناخها اللي هو يكاد يكون معتدل طول السنة، يعني هي بتبقى مصيف ومشتة وخريفية وربيعية بصراحة، وليها في كل موسم بهجة. ومتهيألي الإسماعيلية هي المحافظة الوحيدة في مصر اللي فيها هذا الكم الهائل من المهرجانات اللي أظن مناسب قوي لطبيعة الإسماعيلية. يعني هتلاقي مهرجان إسماعيلية للسينما التسجيلية، هتلاقي مهرجان إسماعيلية للفنون الشعبية، هتلاقي مهرجان إسماعيلية لأفلام القصيرة، هتلاقي يعني مهرجان المسرح، مهرجانات طول السنة، غير بقى مهرجانات الفاكهة، ودي حاجة مبهجة جدا، لأنها طبعا إسماعيلية زي ما ناس كتير عارفة شهيرة بالجناين وجناين الفاكهة تحديدا، وأشهرها المانجا طبعا. المانجا وحقق نجاح عالمي، يعني اتغطى كمان عالميا، وهي فكرة جميلة قوي، فكرة بديعة جدا ان احنا نهتم بفكرة المهرجانات الزراعية او المحاصيل، فكرة مهرجانات المحاصيل، مهرجان المانجا، مهرجان الفراولة. اظن احنا كشعب كمان عاشق للطعام يعني والفواكه والاحتفالات، ما افتكرش ان دي حاجة يعني مزعجة، دي جميلة. وجزء من الحاجات اللي بتجتذب السياح هي فكرة المهرجانات، خاصة المهرجانات دي بتشارك فيها دول، يعني هتلاقي دول كتير بتشاركك نفس الفكرة. زي كده مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية واللي جايله دول كتير تشارك فيه جنب الفرق المصرية الكتير جدا الحاضرة في الشارع، مثلا ديفيليه رهيب رائع بألوان زاهية لكل دولة ولكل محافظة بطبيعة الرقصات الشعبية المميزة ليهم، ومع كل فرقة في مجموعة بتتكلم عنها وعن عاداتها وعن تقاليدها. مهرجانات الفنية تحديدا هي بتوازي تبادل ثقافة الشعوب، يعني مميزة جدا، فيها جذب سياحي رهيب. ولو تم العمل على فكرة المهرجانات المتخصصة، يعني الأقصر مشهورة بكذا، نعمل لها مهرجان زي فكرة مهرجان التحطيب مثلا اللي اتعمل في الصعيد، ده كان رائع وعمل برضو دوي رهيب. مهرجان تعامل الشمس على وجه رمسيس في الأقصر، حاجة برضو العالم كله بيجي يصوره. فكرة المهرجانات هي فكرة الترويج السياحي المثلى من وجهة نظري، خاصة ان كل محافظة في مصر هي بتتميز بشيء، مفيش محافظة في مصر ما فيهاش شيء بيميزها، سواء صنعة زي دمياط مثلا الشهيرة بصناعة الحلويات والأخشاب، فليه ما يبقاش في مهرجان للحلوى مثلا في دمياط، مهرجان للصناعات الخشبية. فإسماعيلية من جمالها وحالة الهدوء اللي فيها واللي بيتميز بها كمان أهل الإسماعيلية، لأن أهل الإسماعيلية بيتمتعوا بهدوء، والشوارع كمان نظيفة بشكل نظيفة جدا، هادية جدا، ربنا يديمها نعمة. وكمان إحنا عندنا مثقفين كتير جدا من الإسماعيلية وكتاب، وده على مستوى مصر برضو، وأظن إن جزء كبير من السياحة الثقافية اللي إحنا بندور عليها هو المؤتمرات والمهرجانات الأدبية، واللي إحنا محتاجينها بشدة. إحنا مش كفاية علينا مؤتمر أدباء واحد بيتعمل في السنة، ولا مؤتمرات صغيرة متفرقة من يمين وشمال، إحنا محتاجين أكتر من مهرجان كبير للثقافة وللأدب، ده اللي إحنا محتاجينه جدا جدا. وطبعا مهرجانات الطفل، والدولة مؤخرا الحمد لله ابتدت تهتم بمهرجانات الطفل، ونتمنى جدا جدا إن مهرجانات الطفل دي تؤتي ثمارها في تنمية وعي الأطفال، و يعني سرقتهم شوية بعيدة عن شاشات الموبايل. ومبروك الإسماعيلية نجاح مهرجان الإسماعيلية، ومزيد ومزيد من المهرجانات اللي احنا منتظرينها السنة الجاية في كل محافظات مصر إن شاء الله.